طلبة الصف السادس ابتدائي، أهلا بيكم. موعدنا مع ريفيجن 6 النهارده، هنراجع على كونكت على أهم النقط اللي خدناها. عندي أول سؤال بتاعي أنسر يعني جاوب. تعالى افتكر معايا وير، يعني إيه وير؟ وير يعني أين، بسأل بيها عن مكان الحاجة. لما أجي أقول لك وير آر ذا هيبوز، وير آر ذا هيبوز، هيبوز هما أفراس النهر، إحنا خدنا هيبل هو فرس النهر. وخد بالك إن هنا أنا كاتب هيبوز فهي جمع، فالجمع ياخد معاه ار، ما قلتش وير از قلت وير ار، يبقى وير ار ذا هيبوز. ممكن الاجابه بتاعتي لو انا بوصف مكان الهيبوز اقول جو ستريت، جو ستريت يعني اذهب مباشره، اند تيرن ليفت. زي مثلا ممكن اقول تيرن ليفت او تيرن رايت. طب ايه يا مستر اللي كتبنا ده؟ Go straight يعني اذهب مباشرة، يعني امشي على طول، يعني انا لو في الزوبة وصلت له مكان الهيبوز اقول له go straight and turn left. Turn left يعني اتجه يسار، يعني ادخل شمال هتلاقي الهيبوز. يبقى where are the heebus؟ ممكن اغير بدل turn left يبقى turn right، ممكن استخدم بدل go straight يبقى walk along، يعني اذهب بامتداد، ممكن استخدم كذا حاجة. طيب what is this؟ What is this say مثلا انا لو جايب لك هنا صورة bike عجلة. خد بالك من حاجه، البايك دلوقتي في اجابتي زي ما اخذنا السنين اللي فاتت، انا براجع معاك، انا هنا وات لان غير العواقب مش هنزلها في الاجابه، هعمل كروس ما بين الاز والذيس. طب ممكن تتحول في الاجابه لايه؟ احولها لايتس، يعني بحول ذيس الى ايت واحول الاز، انزل الاز عادي. طيب هنا عندي بايك العجله، طيب اروح كاتب ا بايك فتبقى ايتس ا بايك، يعني دي ايه؟ دراجه. سؤال تاني، what does the clown look like؟ يعني clown اصلا المهرج. خد بالك ان انا قلت what does the clown look like، يعني look like معناه يشبه. طب هنا معناه ايه السؤال؟ معناه ما وصف المهرج، ما شكل المهرج. في الاجابه بتاعتي هقول he، ممكن اوصف المهرج ان هو طويل ورفيع، وممكن اوصفه ان هو مضحك يبقى funny، فاقول he is tall and thin. he is tall and thin يعني هو طويل ونحيف. يبقى what does the clown look like؟ يعني ما وصف او ما شكل الكلاون المهرج. ممكن اقول what does your sister look like؟ ما وصف اختك. what does your brother look like؟ يعني ما وصف اخوك. ممكن استخدم he's tall and thin، he's fat and short، يعني هو تخين ورفيع، هكذا. لو واحد مثلا عنده شعر بني فاقول له مثلا he has brown hair، he has black hair، هكذا. ممكن تستخدم تكتب اجابات كتير بس دي ابسط اجابه، what does the clown look like؟ طيب rearrange، are they kind very؟ هستخدم they في البدايه، they بتاخد في verb to be هتاخد ال are، واستخدم very قبل ال adjective قبل الصفه فتبقى very kind، يبقى they are very kind، يعني هما لطفاء للغايه، they are very kind. اوكي are have that all children، ابدا ب have all. خد بالك من حاجه خدنا في الترم الاول، ان انا هاو تول بسال بيه عن العاقل. طب لو بسال عن حاجه غير عاقل، يعني مثلا عايز اسال عن طول البورد ده، فاستخدم هاو لونج مش هاو تول، فاقول هاو لونج از ذا بورد، هاو لونج از ذا رولر، يبقى كده حاجات غير عاقل. لكن العاقل هنا تشيلدرن اطفال، يبقى لازم استخدم هاو تول. طب هاو تول يجي وراها الاز او الار، هنا هستخدم الار لان انا بسال عن اطفال عن جمع، فتبقى هاو تول ار ذا children، يعني ما طول الاطفال. Number two, are how that tall children. خدنا يا اولاد قبل كده ان في حاجه اسمها how tall و how long. طب ايه يا مستر الفرق ما بين how tall و how long؟ how long انا بسال بيها عن حاجه غير عاقل، زي مثلا البورد اللي عندي عايز اسال عن طوله فاقول how long is the board. اوكي؟ how long is the ruler؟ يعني ما طول المسطره. يبقى حاجات غير عاقل استخدم معاها هاو لونج، يبقى هاو لونج غير العاقل. لكن هنا عايز اسال على طول الاطفال هم تشيلدرن، فاقول هاو تول، هاو تول كده انا بسال بيها عن العاقل. هاو تول ار لان هنا جمع، ذا تشيلدرن اللي هم الاطفال. طيب يور وبراش وتيث، هبدا اول حاجه ببراش. براش يعني اغسل، يبقى براش. بعد كده يور تيث، يعني ايه مستر يور تيث؟ اسنانك، يبقى brush يعني اغسل، your teeth يعني اسنانك، brush your teeth. طيب doing what you are. في تكوين السؤال احنا بنبدا اول حاجه بالquestion word اللي هي كلمه الاستفهام بتاعتي او اداه الاستفهام.
بعد كده بنجيب الهيلبنج فيرب بتاعي الفعل المساعد اللي هو ار، فتبقى واتر وبعدين الار. بعد كده بجيب السبجكت بتاعي هو الفاعل اللي هو هنا بروناون ضمير اللي هو يو. في الاخر بجيب الفيرب، الفيرب بتاعي هنا عنده بلس اي ان جي اللي هو دوينج، فتبقى وات ار يو دوينج. ينفع الغلط دي يا مستر؟ ما ينفعش تبقى غلط، يبقى وات الكويستشن اور بعدين هيلبنج فيرب فعل مساعد، السبجكت الفاعل بتاعي اللي هو يو هنا معناه انت، واخر حاجه الفيرب هنا دوينج متضاف له اي ان جي. عندنا سؤال تشوز اي ذا بيد، راجع معايا خدنا بيد، لو انا بقول يرتب السرير او يعمل السرير كانت اسمها ميك ذا بيد، ميك ذا بيد، يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتي هنا ميك، فتبقى اي ميك ذا بيد او اي ميك ماي بيد، يعني انا ارتب سرير. اوكي اد هاز ا لونج نيك، عشان احل السؤال ده لازم اترجم يعني ايه لونج نيك. نيك يعني رقبه ولونج يعني طويل، فتبقى لونج نيك يعني رقبه طويله. مين من الانيمالز دي؟ هل جيراف ولا باندا ولا هيبو؟ اكيد عرفت اللي عندها لونج نيك رقبه طويله هي جيراف، فتبقى a giraffe has a long neck، يعني الزرافه لديها رقبه طويله. What وعندي he look like، انا لسه واخد السؤال ده لما قلت لك what does a clown look like. طيب انا هنا عندي الهي، راجع معايا فاكر لما قلت لك الهي بيحب الحاجه اللي فيها اس، انا ممكن احلها ببساطه ان الهي هنا مش بياخد الدو مش بياخد الار، بياخد ايه؟ بياخد داز، بياخد داز. طب مستر ينفع لو مديني في الاختيارات مثلا از اختار هنا الاز؟ ما انت تقول لي الهي دايما بياخد از يا مستر، الاز ما ينفعش يجي مع لوك لايك، ما ينفعش يجي مع المصدر مع الانفينيتيف، اللي بيجي مع الانفينيتيف هو الدو او الداز، يبقى المصدر بتاعي بياخد الدو او الداز، وانا عندي هنا هي، الهي ما ياخدش دو، الهي ياخد داز. How can you at home؟ خد بالك من حاجه، دي الفكره اللي احنا لسه قايلينها من شويه. انا جايب لي helps وhelp وhelping. طب انت هنا اختار على اساس ايه؟ الكان، الكان لما بيجي في السؤال لازم الفيرب اللي جاي معايا يبقى فعل في المصدر، لازم يبقى في الانفينيتيف. كده اتحلت. انا عرفت ان كان بتاخد الفعل في المصدر، فين الفعل اللي في المصدر الانفينيتيف هنا؟ هو help، فتبقى how can you help at home، ازاي تقدر تساعد في البيت. شكرا لكم واشوفكم في فيديوهات قادمه.